ومشى طريقه الأخير في شوارع الأشرفية، المنطقة التي عاش وكبر فيها. ياسور ديني ابن 20 سنة الذي قصد اسطنبول للاحتفال بنهاية السنة عاد إلى بيته وأهله محمولاً بنعش أبيض. من مستشفى القديس جورجيوس في الأشرفية إلى كنيسة السيدة، حمل أهل وأصدقاء الياس نعشه ورقصوا معه الرقصة الأخيرة، غير مصدقين أن الياس لن يعود إليهم. وفي داخل الكنيسة التي غصت بمحبي الياس، ألقت عائلته المفجوعة النظرة الأخيرة ونادته النداء الأخير. لتبدأ بعدها الصلاة لراحة نفس الياس برئاسة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، قبل أن يوارى الثرى في مدافن مارمتر. فلا نخاف ولا نحزن، كما يقول بولس الرسول لا تحزنوا كما يحزن باقي الناس الذين لا رجاء لهم. تقووا بالرب والرب يشددكم. وإلى بلدته البيري في الشوف وصل موكب الشهيد هيكل مسلم مرفوعا على الأكف، بعدما انطلق صباحا من مستشفى أوتيل ديو. وفي كنيسة قلب يسوع ترأس صلاة الجناز المطران بولس مطر، ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في ظل حضور رسمي وشعبي كبير. نحن نتمنى من صميم القلب أن يشفى هذا الشرف الحزين من هذه المأساة التي وقع فيها منذ سنوات عديدة، إنها تحمي إليه مستقبلا أسفل، إنها تفكك الأوطان والمجتمعات وتزرع الموت في الديار وفي البيوت وعلى الطرقات. بعد ذلك دفن الشهيد مسلم في مدافن البلدة وتقبلت عائلته التعازي.